Hello everyone, today we are studying Unit 10, Lesson 3, Activities, Things We Like and Things We Don't Like. Collect stickers, collect stickers. Sing, sing, والمغني اسمه سينجا والأغنية اسمها song. Build a model, build a model. Take a nap, take a nap. After I come from school, I like taking a nap. ولو زودنا اي ان جي لتيك نحذف الاي. اي فعل اخره اي وعايز تزود له اي ان جي احذف الاي. Read a comic book, read a comic book, read a comic book. ممكن اقول comic أو comic. Read a comic book أو read a comic book. كتاب كوميدي, كتاب مضحك, funny. Make a video, make a video. I like making video. برضو لو قلت making أحذف الإي. Paint, الرسم بالألوان. Draw, الرسم بالقلم الرصاص. Painting, drawing. Cycle, ولو عايز أقول ركوب الدراجات أقول cycling. دايما حتى وانت بتكتب paragraph فعل منتهي بإي وعايز تزود له ING غالبا هتحذف الإي. Listen to music, I like listening to music. Collect, collected. Paint, painted. Cycle, cycled. Paint, painted. Fish, finish, finished. Build, built. Take, took. Know, knew. Sing, sang. طبعا الأفعال غير المنتظمة بحفظ الفعل والماضي بتاعه. هنا لو عايز أقول يحب أو لا يحب أستخدم don't أو doesn't. Doesn't مع he وshe وit أو إذا كان الفاعل اسمه مفرد. وdon't مع I ووي ويو وذي أو إذا كان الفاعل اسم جمع. اسمه مفرد زي the boy, the girl, my friend, my brother, my father. اسم جمع زي مثلا the boys, the girls, علي and أحمد, سكر and سكرة. طالما أكثر من شخص يعامل معاملة الجمع. لو عايز أقول يحب أقول he أو she أو it likes أزود s. مع I ووي ويو وذي لا أضيف شيء أخليها like زي ما هي ويجي بعدها فعل زائد ing. تعالوا كده نشوف الأمثلة اللي هنا. في هنا كلمة but. but معناها ولكن وبتربط جمل مختلفة أي بينها تناقض. يعني أنا أحب كذا ولا أحب كذا أربط بكلمة but. I like painting but I don't like reading comic books. She likes cycling but she doesn't like making videos. يبقى لو انت الجزء الاول من الجملة مختلف عن الجزء الثاني, الجزء ده اثبات والجزء الثاني نفي, او في تناقض بين معنى الجملتين, استخدم كلمة but. وبط بتيجي في وسط الجملة.